الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 434 ألف برميل يوميا. وقالت الإدارة إن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 434 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي كمتوسط، ليتجاوز بذلك صادرات السعودية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية على التوالي، لترتفع عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط صادرات فيه 317 ألف برميل يومياً. انطلقت في بغداد أعمال منتدى الطاقة النظيفة والمتجددة بمشاركة عدد من الوزارات والشركات. وقالت وزارة النفط الحالية إن المنتدى يشارك به كل من وزارة النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في العراق، بالتزامن مع دخول البلاد أزمة جديدة للطاقة الكهربائية، حيث فقد العراق بموجبها نحو نصف تجهيز الكهرباء للأحياء والمدن السكنية بعد إيقاف إيران عددا من خطوط الطاقة للعراق. كشف النائب أحمد الجبوري عن فساد ملف أو عن ملفات فساد في شراء الخيم والسلات الغذائية للنازحين. وأضاف الجبوري أن هناك فسادا في شراء خيم النازحين والسلات الغذائية من دون متابعة الأموال المخصصة للنازحين، كما أن الإرادة الحكومية والسياسية منعدمة لإنهاء ملف النزوح. وفاقمت موجة الصقيع والثلوج التي تضرب المنطقة ومنها العراق معاناة النازحين في ضوء انعدام وسائل التدفئة وغيرها. يترقب التونسيون أول تعديل في سعر المحروقات للعام الجاري 2022 بعد إعلان الحكومة خططها زيادة الأسعار لإصلاح منظومة الدعم الحكومي. وبدأت السلطات التونسية في التهيئة للإعلان عن زيادة الأسعار عبر سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين في الدولة والمنظمات المدنية الكبرى لاحتواء الغضب الشعبي وسخط المهنيين الذين ستتضرر أعمالهم من زيادات كلفة الإنتاج المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة وموجات الغلاء في أسعار السلع والخدمات. وسعت بيتكوين خسائرها حيث انخفضت بالقرب من 34 ألف دولار، مسجلة خسائر بأكثر من 50% من قيمتها منذ ارتفاعها القياسي في شهر تشرين الثاني الماضي. ووصلت بيتكوين أكبر الأصول الرقمية انخفاضها وخسرت أكثر من 50% من أعلى مستوى لها، مع إضافة المزيد من الزخم لانهيار العملات المشفرة. وأدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.